نسمع دلوقتي كورال أمجاد السماء كنيسة ماري جرجس بالخصوص. وبالنسبة لبكرة هناخد المزمورين 18 و 24 هنسمعهم بكرة 18 و 24 عدد اللي حفظه من الرجال النهاردة 67 رجال و158 من السيدات. كويس النسبة بدأت تتحسن شوية في الرجالة، عاوزين برضو يبقى فيه عدد تاني عشان نستفيد ببركة المزامير، ويعقوبها بعد كده هيباركنا أبونا الحبيب القمص بولس عبد المسيح عضو المجلس الإكليريكي الأعلى وكاهن كنيسة ماري جرجس منشية الصدر. نستمع الآن إلى الكورال.
أنشو إليك سيد الكلام قدام عينيك خدن الحنين وشو إليك جاي أحكيلك وأشكي همي ما هو أنت عذرة أمي جاي أحكيلك وأشكي همي ما هو أنت عذرة أمي قراري ولا يغير لحالي معرفش قراري ولا يغير لحالي لقيت حبك يا عذرة كشف بالي وخالي سكت الكلام
شايل مني الخوف وكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف وكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب
للصلب هناك كشاف تصاب للذبح
بنشكر كورال أمجاد السماء بكنيسة ماري جرجس بالخصوص على الترانيم الحلوة اللي قدموها لنا. ودلوقتي معادنا مع الوجبة الروحية. بيباركنا ويشرفنا النهاردة وجود قدس أبونا المحبوب، قدس أبونا القمص بولس عبد المسيح، كاهن كنيسة ماري جرجس من شيئة الصدر وعضو المجلس الكليريكي. ربنا يديم كهنوته ويعيش ويباركنا أبونا. Thank you.